من جانبها قالت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط إن المتحف الكبير سيعمل على جذب المزيد من السائحين لمصر لا سيما الشباب. سوف يتم افتتاحه قريبا كأكبر متحف في العالم ليكون صرحا ثقافيا علميا متكاملا. إن مصر تزخر بإمكانات هائلة وغنى في منتجاتها السياحية فهي تحتضن أهم آثار العالم. ولا أبالغ عندما أقول إنها عاصمة السياحة الثقافية في العالم، والمتحف المصري الكبير بالتأكيد سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحي المهم عند افتتاحه. ونحن نسعى أن نقدم للسائح الذي يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي من حولنا.